نجم وقال لك بس مشاور النهارده عندي سيشن دراما بتاعك النهارده على البنت وهي فعلا شكلها كوتش طبعا. انتوا منورينا النهارده في العرض الاول, واتمنى ان تتبسطوا معانا. فيلم مميز وفي مجموعه من النجوم انا بعتز بيهم جدا, الجميله رانيا يوسف والعظيمه استاذ سلوى خطاب وعمرو عابد وناديه خيرت وياسر زنكلوني واستاذ وليد فواز, مش عايز انسى حد, بس هم كلهم انا بعتز بالعمل معاهم. التركيبه كده بحقيقه مميزه كلها تساعد على الابداع. الورق كاتبه مؤلف عمرو الدالي, ورق مميز جدا, بتمنى له التوفيق. انا ده عارف ان انت دايما بتقدم جديد, ايه الجديد بس انت بتحاول تقدمه شخصيا؟ والله هو بص المؤلف برضه شاب والمخرج او الاخراج ليه اسمه كريم اسماعيل, فانا بتحمس للعمل مع الشباب جدا لانهم عندهم رؤيه مختلفه وكل حد بيشوفك من وجهه نظر مختلفه, فان شاء الله يعني نطلع نتيجه حلوه تعجب الناس. عندك فيلم تاني اسمه بره الدنيا, صندوق الدنيا, صندوق الدنيا اخراج عماد البهات, و في مجموعه كبار من النجوم, في سلسلة عبد الله وفي خالد صاوي ورانيا يوسف وبطوله الشاب الجميل ابن عمرو سعد هو عنده 13 سنه عامل شغل حلو قوي. في دراما في رمضان ان شاء الله السنه الجايه ولا لسه ما استقرتش؟ لسه ما استقرتش. تعاون مع هيفاء وهبي في اشباح اوروبا, اشباح اوروبا بطوله هيفاء وهبي والفيشاوي احمد فيشاوي و مجموعة كبيرة من النجوم, مصطفى خاطر, عباس ابو الحسن, اروى جودة, نجوم عظام, وان شاء الله الفيلم يعجب الناس. انت مع اسر ياسين الفيلم طالع اليومين دول على السوشيال ميديا, انت بتشوفه ازاي؟ هنا في اسر ياسين طبعا عسل لما انت كنت رجع ترند ده عسل الاول اللي بشوفه واحد بتاع عسل الفيلم منتشر جدا اليومين دول على السوشيال ميديا, حلو لان انت حاجة كويسة دي. مش متابع بس يعني انا ياسر ياسين صاحبي جدا وان شاء الله حاجه تكون عجبت الناس, يعني ما عنديش تعليق. نعم جديد عند حضرتك في فيلم جديد اهو بنحضر له وداخلين قريب. اشكرك يا باسل, مسكت النهارده اشكرك وتستمتعوا بالفيلم.